الصبح والمساء ثم الصلاة على نبي الله محمد مبعوث بالرحمة ومن تبعه يهتدي ويفوز بالرضا. من بعدها رحبت والترحيب شامل بضيوفنا الغالين من كل القبائل. حي الله الضيوف جيتكم المحفل تشرفنا وسعدنا والله يجمل حال من قد وصل عندنا يقلط على الوفا. رحبت باسم مقيد والشيخ المقدم مع البن سعد رجل المواقف والمكارم ومقيد بالعم وثني الترحيب والمنطوق يلا يا ربنا يا واحد ويا ودود تحفظ بلادنا وملاكنا والحدود. ربعي رجال القدر والتقدير والشيم وأهل الوفا والصبر والمعروف والقيم حكمة ومعرف سعد الخوي والجار من سابق جدودنا وإذا دعت الأدوال فحماية حدودنا في ساعة الخط لحامة طيور السماء فوق المحجية. يا سلام يا بني مغيد الرواسي ما تزيد مع الزمان إلا رواسي مثل تيه في الثبات مثل تهلل في علوه وارتفاعه. مرحبا ولا انت راحب سريعه لو بدانا من البحر حتى الوديعه. مني سلام الله على دعوة بني مغيد وعلى لعي سلابة في الموقف الشديد بين القبائل راياتهم تعلى نوايف كل بعديه. سلام يا دعوة مغيد كل امسى وسلام تسليم مباشر بث على الهواء ام حفل مكتمل ومشاهدات عبر الاقمار الصناعية. فالفطيفي من جبل زهوان طاير بالسرايا والوياه كلهم ذا الليل اللي رهن الإشارة. شالله لطيفي مع مشعار حاير ماشي الشعر على المعنى وساير لمعان وقوية إن بغيت سهل ولا في عسارة. تعال يا حيدر فباقي الليل مبتدي ولا عليك لا تشاهد يا مشاهد ليس المدى قريب تدرج طيور في السماء والدور مثل